بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم، التواصل هنا في كل انطلاقات هذا الميدان حقيقة التواصل جميل، وشوطنا الرابع الذي خصص لأبكار أبناء الغبايل ينطلق في هذه اللحظات الجميلة والمميزة. وشوطنا الرابع أيضا فيه الأثارة، فيه الكثير والكثير من الأسامي التي عرفناها وسوف نعرفكم بها في هذا الانطلاق. يعني المركز الأول منصورة ومحمد بن سعيد بن علي ملومية الكتبي، النقلة على الشاهيني لعلي مطر بن علي بن واس. ثاني المراكز، وفي المركز الثالث اللي في المركز الثالث هناك شديدة لراشد بن خلف مطر بن علوان. وفي المركز الرابع من الجانب الثاني تأتينا برابع المراكز، هناك شلهود محمد بن عبد الدبيلة أو محمد بن إمام بن عبيد الشيباني. وفي المركز الخامس بنقول أريام خليفة بن محمد بن قحيد. هكذا مستمعينا حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، ينطلق هذا الشوط. وآمال والآمال كلها حقيقة معلقة بالله سبحانه وتعالى، آمال المضمرين والملاك والجماهير مشجعين هذه الشعارات أيضا تحضر في هذا الميدان. ومنصورة هناك مع الشاهينية، ثنتينهم تقريبا في موقع واحد بنسميه موقع الحدث. يلا، المركز الأول والثاني في هذا الشوط هو موقع الحدث والناموس. الكل حقيقة يتمنى هذا الناموس، واللي يبى الناموس ذله ورد من خيار السلالة حلوة شكل تشفي العلة والتيم الأفضل هي تلالة لضمرها ما هي خلة صفق لها الكامل دلالة. ما شاء الله تبارك الرحمن، شاهينية يا الشاهينية اللي غيرت على المركز الأول وصدارة هذا الشوط لعلي بن مطر بن علي بن واس الكتبي، حاضرا هنا في هذا الانطلاق الجميل. ومنصورة لمحمد بن سعيد بن علي بلومي الكتبي أيضا حاضرا في هذا الانطلاق الجميل. ما شاء الله انتقالت هذه الأسامي وهذه الهجن من مرحلة إلى مرحلة، والكل حقيقة يبحث ماذا الجديد في هذا الموسم، ماذا الجديد في هذا الانطلاق. ما شاء الله تبارك الرحمن. المركز الثالث بنقول أريام خليفة بن محمد بن قعيد المهيري. المركز الرابع هناك سلهود محمد بن إمام بن عبيد الشيباني. وفي المركز الخامس شعار بن علوان مع شديدة راشد بن خلف مطر بن علوان الكتبي. هي النتيجة حاضرة ما شاء الله تبارك الرحمن. هكذا كان النداء ما شاء الله للمراكز، بنقول المراكز الخمس والشاهينية ومنصورة ما يتفقن مرة هذه ومرة ذيش تاخذ المركز الأول، مرة منصورة ومرة الشاهينية، متبادلات الناموس ما شاء الله حتى هذه اللحظة. منصورة عند لوحة 1500 متر غيرت على صدارة الشوط، سيطرت على المركز الأول، سيطرت على المقدمة. ومحمد بن سعيد بن علي بلومية الكتبي يعني هو المضمر، هو المالك، هو من أتى ليرى في أول انطلاقات سن الكبار ماذا لدي منصورة. نتمنى لك التوفيق يا أبو جسيم. المركز الثاني الشاهينية، علي بن مطر بن علي بن واس أيضا آمال كبيرة هنا مع الشاهينية لتنتزع المركز الأول، لتأتي بمركز جميل وناموسها دائما حلو وجميل حقيقة في هذا الشوط. أريام محمد وخليفة بن محمد بن قعيد تسيطر بثالث المراكز. المركز الرابع هناك شعار الكيباني، نعم الكيباني على رابع المراكز مع سلهود محمد بن إمعة بن عبيد الكيباني وبالعلوان.
هنا مع شديد الغشد وخرب مطابع الوان كثبي حاضرا، ولكن خلوني هنا شوي، خلونا نستمتع، خلونا نرى، لأن السرعة بدأت تزيد، الأوامر تقريبا شبه بدأت تصدر على الثنايا الإبكار ما بين منصورة وأبوي الشاهينية، ولكن من الأقوى؟ من اللي بنهني مالكها وبنهنيها على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز. يا سلام يا سلام يا أبو نواس، بدأت الأوامر تصدر إلا بالسماعة، بس بالسماعة يكلمها معودنها أبو نواس. مطر علي بن مطر بن أبو نواس هو المسيطر، ولكن منصورة أشوفها تقترب مرة ثانية. أظن المسلسل ما بيخلص، ما له نهاية المسلسل، ما له نهاية إلا عند عامر هناك خط النهاية. خط النهاية هي عامر اللي يستقبل حقيقة العديد من السباق. ونقول تهاني والناموس لمالك الشاهينية علي بن مطر بن علي بن واس. شكرا يا أبو مطر على داشاني المركز الثاني، لمحمد بن سعيد بن لومي المركز الثالث، للسيد خليفة بن محمد بن كحيد المركز الرابع، شعار راشد بن خلف مطر بن علوان، وفي المركز الخامس. ها هي النتيجة 6 دقائق و24 81 جزء الثاني. تهانينا والناموس.